أمنية أصير معلم. تلك الأمنية البسيطة وفي أصلها حق من حقوق الإنسان يحرم منه أطفال العراق اليوم، فلا البراءة ولا أحلامهم الوردية كانت كافية لتقف بينهم وبين طوفان المأساة الذي أغرق البلاد منذ دخول الاحتلال الأمريكي. بأيدي ناعمة وجباه لم تألف قسوة الحياة، يكابد الكثير من أطفال العراق معاناة العمل الشاق طمعا برزق عوائلهم التي أنهكتها الظروف الصعبة وجعلت البلاد تتصدر معدلات الفقر والبطالة في العالم. عمالة الأطفال تتفشى كلما استمر حال العراق على ما هو عليه، فأثار الأمر تتجلى بالمعاناة الشخصية للأطفال من قبيل هجرهم لمقاعد الدراسة وربما هجر الطفولة كلها، بالإضافة للمخاطر النفسية والجسدية، ناهيك عن انعكاس الظاهرة على المجتمع بآثارها الخطيرة، لا سيما أن ضحاياها أطفال دون العاشرة من العمر أجبرهم الفقر على العمل. وظاهرة على فكرة ترجع على الشعب، يعني هذا راح يتخرج من من من, من الأسواق ومن الشارع فيحمل أشكاله، يعني بعدين ورا سنوات ندفع ضريبتها إحنا الآباء. انعدام الرقابة الحكومية وحالة الانفلات التي تشهدها البلاد أدت بالكثير من الأطفال العاملين إلى الانزلاق لمنحدرات خطيرة كالمخدرات وغيرها، وذلك ما جعل المنظمات الحقوقية تدق ناقوس الخطر. أعمارهم طبعاً ما تتجاوز قول 10 سنين، 8 سنوات، 7 سنوات، هذا الحد الأعلى. يقول تنر وداخلين ما يدرون بنفسهم. طبعاً حالة جداً مخوش حالة وحالة سلبية، وإحنا نطالب الدولة بوضع حد لهذا الشيء، لأن هذا إذا نشأ على هالشيء هذا راح يكبر، من يكبر راح شو يسوي؟ راح يدمر المجتمع هذا. وزارة التخطيط سبق أن تحدثت عن نحو 5% من عمالة الأطفال لمن هم بين 5 سنوات و17 سنة، إلا أن الكثير من المراقبين أكدوا أن الإحصائية غير دقيقة وأن الرقم يصل إلى 8%، فيما رجحت اليونيسيف أن عدد الأطفال المنخرطين بالعمل وصل لقرابة 500,000 طفل بالتزامن مع موجة النزوح ودمار المدن بعد عام 2014. اليونيسيف تحدثت عن 3 ملايين طفل لا يرتادون المدارس بشكل منتظم، فيما يعمل نحو 500,000 منهم لإعانة أسرهم، وذاك الوضع يبدو حالة طبيعية ونتيجة حتمية ل16 عاما من الفساد والإهمال والصراع على العراق وفيه.